تسبب القصف الروسي إلى جانب غارات النظام على مناطق في ريف حلب الجنوبي في موجات نزوح جديدة للمدنيين، وتحاول جمعيات إغاثة مد يد العون للنازحين خاصة مع قدوم فصل الشتاء. مع استمرار العدوان الروسي على ريف حلب الجنوبي وقصف النظام السوري المستمر مع محاولته التقدم، تسببت بموجة نزوح كبيرة، وتقلبات الطبيعة في هذه الأوقات زادت من معاناة المدنيين النازحين، خصوصا مع عدم توفر أي مساكن في أماكن النزوح الجديدة، مما ينذر بكوارث إنسانية وانتشار للأوبئة والأمراض بين المدنيين. ضرب أطفال، وين في داعش هون؟ عندنا ما في داعش هون طاول، ما في داعش هون طاول، طاول كلها أطفال ومدنية وعالم، ما في حدا طاول، لا في داعش ولا في شيء. بتضرب مدنية، بتستهدف الأطفال والمدنية والتجمعات فقط لا غير، لا في داعش ولا في شيء، ولا بتضرب حدا طال غير المدنية بس فقط لا غير. بس دشرنا رزقنا في الأرض وغراضنا كلها دشرنا في الأرض لنا بس بالأطفال وفي حالنا بس. قتل العالم هونيك، قتل سيارات حرقة الطيران الروسي. من جانب آخر، هناك محاولات دؤوبة من قبل الجمعيات والمؤسسات المحلية لإحصاء أعداد النازحين، إلا أن أعدادهم لا تزال في ارتفاع مستمر في ظل عجز شبه تام عن القدرة على تلبية أدنى احتياجات من مياه الشرب وحليب الأطفال للمتضررين من القصف الروسي، خصوصا مع قدوم فصل الشتاء المعروف ببرده القارس في تلك المناطق. صار عندنا نزوح كبير كثير خصوصا بالفترة الأخيرة بعد الهجوم على المنطقة الجنوبية على الريف الجنوبي، فأعداد النازحين عندنا عم يتزايد يوم بعد يوم أكثر عن اليوم اللي قبله، فما عم نقدر نأمن لهم احتياجاتهم مثل بدهم سفنج، بدهم حرامات، بدهم مأوى يبركوا فيه، فكل هذا يعني نحن تقريبا شبه عاجزين عن نأمن لهم إياه. لا يجد الفقراء النازحين بديلا عن العيش في هذه الظروف الصعبة، الأمر الذي ينذر بكارثة في المستقبل القريب أمام أعين روسيا التي كانت سببا في مأساة السوريين. ليندا بلال، تي ري تي العربية، ريف حلب الجنوبي.